يوم الأربعاء أصبح موعد ثابت للتوعية الصحية بمنطقة خلدي، فبمبادرة من المكتب الصحي الاجتماعي المقاصدي وجمعية أحفاد عارف الحبال الخيرية، بيت الكشف الصحي مجاني، عيادة متنقلة مجهزة بأدوية مجانية ومعدات طبية، بالإضافة إلى أطباء مختصين رح يهتموا بصحة المواطن. حب المكتب الصحي المقاصدي يفوت على كل المناطق لتوعية الناس بالصحة العامة كلياتها، الفحوصات النسائية، فحص السكري، الضغط، توعية الناس لكل شيء، ارشادات السلام اللي قدام، وحابه تتوزع ادويه مجانيه لكل شيء بيحتاجوه الشعب هون. عم نشوف كثير مرضى انه بيقولوا لك نحن ما معنا شيء، ما عندنا سكري، ما عندنا ضغط، انه بنسالهم انتم بتعملوا فحوصات بتتابعوا حالتكم؟ بيقولوا لنا لا. هلا الامراض اللي عم نشوفها هي الامراض الموسميه، يعني وخاصه هلا نحن على موسم شتاء وتقلب طقس، يعني استلشاء من المرضى، مش قصه استلشاء، قصه انه بيتكلوا كثير على الادويه اكثر من الوقايه الصحيه. هالمبادرة يلي بتحمل توجيه ونصائح طبية خصوصا لمرضى السكري والضغط رح تخفف أعباء عن جيبة المواطن بظل الوضع الاقتصادي المستعصي. مدامتي فاتت على المستشفى عانيت كتير، ما في ضمان، عانيت كتير، رحت على وزارة الصحة ما حدا استقبلني، دفعت 4,800,000، قعدت 7 أيام المدام بالمستشفى، 4,800,000 شيء إجرامي. أغلب العائلات ما في معها مصاري تدفع إجرة الحكيم، تعرفي إجرة الحكيم غالي منيح هون. سألت إنه على وضع الجنين، الحمد لله أنا وضع جنين منيح الحمد لله. دائما بهتم بصحتي، بس سائب الواحد بياكل وين ما بيروح.